دي الانتيرو كرينيال فوس. لو ناخد فكره صغيره عن العظم اللي مكون الانتيرو كرينيال فوسة، فهتلاقي هنا في عظمه متعرجه كده، وهنا وهنا، ده اوربيتال بليت اوف ذا فرونتال بون. يعني دي الفرونتال بون بتطلع لي هنا بليت بتعمل الروف بتاع الاوربت، اسمها اوربيتال بليت اوف ذا فرونتال بون. ده الجزء ده اسمه فرونتال كريست، ده اسمه الفرونتال كريست، وده طبعا من الفرونتال بون. وهنا في مساحه اهي، المساحه الصغيره دي فيها كريستا جيلاي وجزء مخرم اسمه كريبريفورم بريت اوف ذا اثمويد بون. يعني دي اسمها كريستا جيلاي وده كريبريفورم بليت اوف ذا اثمويد بون. ده جزء من البودي اوف ذا سفينود اسمه جي جام سفينودال. الجزء ده اسمه جي جام سفينودال، طالع منه بروسيس اهو، ليسر وينج اوف ذا سفينويد، وده ليسر وينج اوف ذا سفينويد. يبقى هنا ده اوربيتال بليت اوف ذا فرونتال بون، كريبري فورم بليت اوف ذا سفينويد بون، جي جام سفينودال، ليسر وينج اوف ذا سفينويد، وده اسمه انتيرو كلينويد بروسيس. نيجي نشوف الحاجات اللي ماسكه هنا ايه. قال لك اذا كان ده فرونتال كريست وكريستا جيلاي، بتمسك فيهم الاثنين الايبكس اوف ذا فالك سيريبراي. انا قلت لك في فولد من الديورا ماتر بتفصل ما بين اثنين سيريبرال هيمسفير، فالايبكس بتاعتها ماسكه هنا في الفرونتال كريست وهنا كريستا جيلاي. ما بين الفرونتال كريست والكريستا جيلاي، يعني دي فرونتال كريست وهنا كريستا جيلاي، في فورامين اسمها فورامين سيكم. فورامين سيكم ده بيعدي فيها الميشري فينز من الفين ذا اوف ذا نوز لحد السوبيرو ساجيتال ايه ساينس. احنا متفقين ميشري فين يعني فين بيوصل ما بين الفينز اللي جوه الكرين كابت واللي بره الكرين كابت. فهنا ده بيوصل ما بين الفينز اوف ذا نوز والسوبيرو ساجيتال ساينس اللي هو بيبقى ماسك في الفالك السيريبرال. هنا دي كريستا جلاي، دي اسمها كريبري فورم بليت اوف ذا سمويد بون، بيطلع منها هنا 20 اولفاكتوري نيرف وهنا 20 اولفاكتوري نيرف. ال 20 اولفاكتوري نيرف طالعين من كل نوز، من كل ناحيه من النوز، ادي نوز ونوز، ده كريبري فورم بليت اوف ذا سمويد بون. وهنا كريبري بيمسك فيها، هنا في اولفاكتوري بالب وهنا في كمان اولفاكتوري ايه بالب، بيبقى موجود هنا الكريبري فورم الاولفاكتوري نيرفز بتمسك في الاولفاكتوري بالبس اللي مكانها، يبقى دي بيعدي منها فيها الاولفاكتوري ايه نيرفز. طبعا دي اسمها جيجا مسفيرميدال ودي اسمها انتيرور كلينويد بروسيس. انتيرور كلينويد بروسيس ده بيمسك بيها الفري مارجن اوف ذا تنتوريوم سيربلاي. على فكره الحاجات دي هتتشرح بالتفصيل قوي في الكرينيال كافيتي لما نيجي نشرح بالنسبه للجزء النظري، لكن اللي عليا دلوقتي عارف دي فرونتال كريست، دي كريستا جيلاي، ده فورامين سيكم، دي كريبري فورم بليت اوف ذا سمويد بون، ده جيجا مسفون، ده الليسر وينج اوف ذا سفينود، ليسر وينج اوف ذا سفينود، ده الانتيرو كلينويد ايه بروسيس. نيجي نشوف على السكال، ادي نفس القصه، ادي هنا ده الاوربيتال بليت اوف ذا فرونتال بون، وادي فرونتال كريست، وادي كريستا جيلاي، وهنا في فورامين سيكم، ودي كريبري فورم بليت اوف ذا سمويد بون، وده الجيجا مسفينويدال، وده الليسر وينج اوف ذا سفينويد، وده الليسر وينج اوف ذا سفينويد، وده الانتيرو كلينويد بروسيس، وهنا الانتيرو كلينويد بروسيس. نفس القصه، ادي الفرونتال كريست، وادي الكريستا جيلاي، ده اللي بيمسك فيهم الفالك السيربراي، ودي فورامين سيكم اللي بتجيب الميشري فين من الفينز بتوع النوز لحد السبيرو ساجيتال ساينس. دولت الكريبري فورم بليت اوف ذا سمويد بون، بيعدي منهم الاولفاكتوري نيرفز، ده جيجا مسفينويدال، ده ليسر وينج اوف ذا سفينويد، وده ليسر وينج اوف ذا سفينويد، وده الانتيرو كلينويد بروسيس، وده الانتيرو كلينويد بروسيس، ده اللي بيمسك فيهم الفري مارجن اوف ذا تنتوريوم ايه سيريبل لاين.